السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم لدينا حصة في التقويم والدعم صفحة 134، وكما طلبت منكم إنجازها سنقوم بالتصحيح اليوم. إذن أول شيء سأقرأ لكم النص، استمعوا. الحيوانات نوعان، أليفة ومتوحشة. الحيوانات الأليفة هي التي تعيش في المنزل كالقطط والكلاب. الحيوانات المتوحشة هي التي تعيش في الغابة كالذئاب والثعالب. إذن سننتقل إلى التمرين التالي بعد قراءة النص. أنتم في المنزل طبعا ستقرؤونه أكثر من مرة. إذن أتمموا الكلمات التالية بمقطع مناسب لأكون اسم حيوان. إذن لدي هنا قط، إذن ماذا سأكتب؟ نعم جيد، أحسنتم. إذن قطة. قمنا بتفكيك حرف الطاء لأن قلنا حرف الطاء فهو مشدد، نقوم بتفكيكه إلى طاءين، الأولى ساكنة والثانية حسب حركة الشدة. الكلمة الثانية حصى، إذن ماذا سيكون هنا؟ نعم جيد، حصان. لدي الهاء ثم الراء، نعم جيد. هزار، والهزار قلنا هو نوع من أنواع الطيور. نع ثم تن، نعم جيد. نعجة، وكما تعرفون أننا درسنا هذه أو اسم هذا الحيوان في نص من النصوص. أصل بسهم بين الحيوان وصغيره وصوته. إذن لدي اسم الحيوان، صغيره، ثم صوته. قلنا هنا لدينا أسماء الحيوانات، وهنا أسماء صغارها، وهنا الأصوات، أصوات الحيوانات. إذن النعجة، ما اسم صغير النعجة؟ هل العجل أم الجرو أم المهر أم الحمل؟ نعم جيد، أحسنتم. إذن اسم صغير النعجة هو الحمل. وما اسم صوت النعجة أو صغيرها الحمل؟ اسمه شرحناها الثغاء. الفرس، ما اسم صغيره؟ هل هو العجل أم الجرو أم المهر؟ نعم أحسنتم. إذن الفرس اسم صغيره هو المهر، واسم صوت المهر أو الفرس اسم صوته ماذا؟ جيد، الصهيل. ثم لدي البقرة، البقرة اسم صغيرها هو ماذا؟ العجل، نعم، واسم صوت البقرة هو الخوار. ثم لدي الكلب، الكلب اسم صغيره هو ماذا؟ هو الجرو، نعم، واسم صغيره قلنا هو الجرو. ثم الصوت، صوته طبعا النباح. جيد، إذن يجب عليكم تصحيح هذا التمرين في الكتاب، مفهوم؟ بالنسبة للسؤال الموالي، ألون بطاقة الحيوان وبيته باللون نفسه. إذن لدي الحيوان، إذن قلت لدي الحيوان ولدي اسم بيته، سأقوم بتلوينهما بنفس اللون. إذن سأقوم بتلوين في البداية مثلا بالأسود، أنتم اختاروا الألوان التي تريدونها. إذن الفأر، الفأر ما اسم بيته؟ هل هو الجحر أم الإسطبل أم العش أم الخم؟ جيد، أحسنتم. إذن الفأر اسم بيته هو الجحر. جيد، نعم. ننتقل إلى الحيوان الآخر، الحصان. إذن الحصان، أين يعيش الحصان كما تعرفون أو كما درسنا طبعا في الحكاية البارحة؟ إذن ما اسم بيت الحصان؟ اسمه ماذا؟ جيد، الإسطبل. إذن الحصان سأقوم بتلوينها بالأخضر
نفس الشيء باللون الأخضر أيضا، اسم بيته الإسطبل. إذن مثلا هنا سأقوم بتلوين مرة أخرى بالأسود. إذن الدجاجة، الدجاجة، إذن الدجاجة هل بيتها العش أم الخم؟ هل الدجاجة تعيش في العش؟ لا طبعا لا. إذن بيت الدجاجة اسمه الخم. أنتم اختاروا ألوان أخرى في المنزل. نعم، ثم لدي الغراب. إذن الغراب بيته هو طبعا العش، فهو طائر من الطيور، والطيور تعيش في الأعشاش. جيد، إذن ننتقل إلى التمرين الموالي مباشرة. أرتب الكلمات التالية لأحصل على حديث شريف. إذن هنا كما ترون هو حديث شريف والكلمات مبعثرة، وأنتم يجب عليكم ترتيبها لتحصلوا على الحديث الشريف بشكل مرتب أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الذي يرحمكم من في الأرض ارحموا من في السماء. إذن ما هي الكلمة الأولى؟ نعم، أو من يقول للحديث الشريف؟ جيد، أحسنتم. إذن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بمعنى ارحموا أيها الناس من يوجد في الأرض، يعني من حيوانات، يعني يجب أن نعتني بالحيوانات ويجب أن لا نظلمها ونسقيها إلى غير ذلك ونطعمها لكي يرحمنا من في السماء، ومن في السماء الله سبحانه وتعالى طبعا. إذن سوف نمسح النقاط ونكتب الجواب الصحيح. إذن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جيد، نعم. هنا سؤال من الصفحة الموالية 135، لم يتبقى لنا للتمارين الأخرى، سأنجزها معكم أو سأصححها في الحصة المقبلة. إذن هنا أعيد كتابة الكلمات المكتوبة باللون الأحمر. إذن لدي كلمات مكتوبة طبعا باللون الأحمر كما ترون، إذن هي فقط التي سأقوم بإعادة كتابتها. إذن هذا إلى أي درس تنتمي هذا؟ نعم، أحسنتم، إلى أسماء الإشارة التي درسناها، هذا، هذه، هاتان، هذان، إلى غير ذلك. ثم التي، التي، نعم أحسنتم، الأسماء الموصولة، التي، اللذان، اللتان، إلى غير ذلك. إذن سأقوم بإعادة كتابة الكلمات باللون أو المكتوبة باللون الأحمر فقط. إذن سأكتب هذا ثم عارضة ثم أكتب التي، وهنا نفس الشيء سأكتب هذان ثم اللذان، هذان عارضة اللذان. إذن قوموا بتصحيح التمارين وأنجزوا التمارين المتبقية وسنصححها فيما بعد. سأقرأ الجملة، هذا صوت البومة التي تنعق باستمرار. إذن البومة صوتها هو النعيق. هذان النسران هما اللذان يتقاتلان. إذن بهذا ننهي حصة اليوم ونلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله.